تعالوا بقى نروح لملف مختلف. أعلن الاتحاد الدولي للسكواش عن إقامة بطولة العالم للفرق للرجال في نيوزيلندا خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أنه يضم المنتخب الوطني أعلى 4 لاعبين في التصنيف العالمي بالإضافة إلى لاعب خامس احتياطي. وبناء على كده من المقرر أن يضم منتخب فراعنة الاسكواش كل من علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف السادس، ومازن هشام المصنف السابع، بالإضافة إلى اللاعب الخامس اللي هو طارق مؤمن المصنف التاسع عالميا. منتخبنا طبعا بيحمل لقب بطولة العالم من النسخة الأخيرة، وكان تحت قيادة كابتن أمير وجيه، بجانب طبعا أن منتخب مصر متساوي مع المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب. وطبعا بنأمل أن إن شاء الله البطولة القادمة تبقى يعني نبقى احنا أصحاب اللقب السادس فيها بإذن الله. عموما يعني الملف بتاع الاسكواش ده من الملفات المبهجة جدا المشرفة جدا. خلونا نعرف كمان شوية تفاصيل أكتر من كابتن أمير وجيه شخصيا، المدير الفني السابق لمنتخب الاسكواش والمستشار الفني للمشروع القومي للموهوبين في الاسكواش. كابتن أمير صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل يا هذا كريم نهواند، ان شاء الله يوم رياضي يعني حافل باذن الله. اهلا وسهلا يا فندم. نورنا يا فندم. طيب بداية كده رؤية حضرتك ايه للبطولة القادمة، خصوصا وان اخر بطولة كانت تحت قيادة حضرتك الفنية؟ والله طبعا احنا زي ما قلت انت احنا مستويين مع المنتخب الانجليزي 5-5، بس على الورق طبعا مصر اقوى، لكن انت عارف كل ماتش وليه ظروفه، يعني الورق بيقول كلام ان احنا مثلا عندنا مصنف اول ثالث سادس سابع زي ما شرحت في الفريق، بس طبعا في نواحي ثانيه، الناحيه الثانيه فريق انجلترا مثلا في الشوربقيه دلوقتي كناس في انجلترا عامل نفسي هيبقى مثلا ضغط كبير من ناحيتين طبعا. في طبعا منتخب متوازن جدا زي منتخب فرنسا، الاربع لاعبين قريبين جدا من بعض وبيعملوا مفاجات وسنهم صغير، فطبعا مفيش حاجه سهله بطوله عالم وانت حامل اللقب، لازم تغلب كل الناس، لازم تروح، والحمد لله رب العالمين ان الجهاز الفني الموجود على قدر المسؤوليه. طبعا كابتن شمل عطار خبره كبيره ورئيسة الواد طبعا كانت بطلة من ابطال العالم امنة ترابول سيادة مجلس الادارة، فانا شايف ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني الحمد لله يعني ان شاء الله يرجعوا بالكاس باذن الله. طيب احنا عندنا سؤال برضو كابتن امير، والسؤال ده في العموم يعني مش في الفترة دي تحديدا، ايه سر من وجهة نظر حضرتك تفوق لاعبينا ولاعبتنا في الاسكواش، وايه سر تفوق مصر اصلا في الاسكواش على مدار الزمن على مدار السنوات المختلفة والاجيال المختلفة، وخصوصا ان هي رياضة لا يعود اصلها اصلا يعني مثلا لمصر القديمة او غيره، لا يعني في حاجة محتاجين نفهمها، لو حضرتك عندك اجابة يعني اتفضل يا فندم. طبعا دخلت مع الانجليز في مصر زمان واحنا لنا تاريخ ليها طويل جدا من الثلاثينات، يعني احنا مش بس مؤخرا تاريخنا الاخر 25 سنه التفوق اللي هو العالمي اللي موجود دوت، كان في تاريخ طويل جدا برضو متفوق من الثلاثينات والاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات، اخرهم كابتن جمال عوض، وبعدين حصل دروب كده في الثمانينات واول التسعينات مع رجوع بقى جيل احمد فراد وعمر بروسي فايز والجيل الجديد اللي هو عمل الدخله الجديده ديت بالفليفر الجديد بتاع مصر، لان طبعا هي مساله وقت، انت عندك مواهب كتير والسكواش في مصر الاعلام بشكركم جدا 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 بطريقه قويه جدا على اللاعبين حاليا، السبونسر شيب بدات تبص بقوه على اللاعبين لان هم بقوا مشهورين جدا زي لعيبه الكوره بالظبط، فبدات يعني مجالات كتير التكاتف من الدوله ومن القطاع الخاص لرعايه الابطال، يعني بقى كل لاعب عنده منظومه، عنده مدرب الاسكواش، عنده المنتال تافنس، عنده النيوتريشن، عنده الدكتور الفيزيو، يعني بقت صناعه وزي ما انت عارف ان من غير سبونسر صعب جدا ان حد يوصل، والحمد لله ان ده بس يعني ال 25 سنه اللي فاتوا النتائج بتجيب ابطال والابطال صحيح. بتجيب ابطال وفي ايدلز في كل نادي، يعني بتلاقي كل نادي فيه مثل اعلى وايدلز الولاد الصغيره في الاكاديميز بتبص ليهم عايزه توصل زيهم وتحقق انجازات والبطولات الدوليه اللي بنعملها، يعني في صراحه سيستم كبير جدا ماشي كله مع بعض وكله يعني هو ده المصدر اللي احنا فيه دوت للحاله الجميله اللي مصر متقدمه فيها في الاسكواش. ملف الاسكواش المصري من الملفات المشرفه بالمعنى الحرفي للكلمه، واكيد طبعا ما عندناش شك ان حضرتك كنت من اسعد الناس بقرار اللجنه الاولمبيه الدوليه بادراج الاسكواش في اولمبياد لوس انجلوس. انا سعيد وخايف في نفس الوقت، بس ليه ده انت كنت ده اكتر الناس مطمنين حضراتكم؟ لا كريم خايف من ايه؟ طيب ايه اللي مخوفك في القرار ده؟
لان طبعا دخول اللعبه اولمبياد ولسه 5 سنين، انت عندك جيل يعني خلاص بيسلم جيل، عندك الجيل ده كله متوسط عمره فوق 30 سنه، هم ما دخلوهاش كده بالصدفه، لكن يعني برضه في ناس شغاله على الجونيور بروجرام من فتره طويله، هيبقى في منافسه كبيره، هيبقى اتفتح ملفات تجنيس، هيتفتح حاجات كتير احنا مش واخدين بالنا منها، فلازم من دلوقتي احنا نشتغل من امبارح، مش نشتغل احنا فرحانين بالنتائج دلوقتي، لكن انا شايف بعد 5 سنين يعني ربنا يستر. ياه ربنا يستر. طبعا طبعا، انت عارف ان قبل ما تخش اولمبيه بيبقى فيه متغيرات كتير بتحصل، وفي بتبص عليها بطريقه ثانيه، الصين هتخش وبلاد الكبيره هتبدا تجنس وبلاد اللي هتقدر تسهل الموضوع، الموضوع هيبقى يعني في ميداليه اولمبيه ممكن اللعبه تخش وتخرج تاني من الاولمبياد، فدي فرصه عظيمه دخلت لمعظم الدول اللي هي تقول لك انا هاخد ميداليه وبعدين ما اعرفش كان سكواش في استراليا هتكمل ولا لا، ممكن تطلع زي الكاراتيه، فيعني ربنا يسهل، احنا عايزين نشتغل من امبارح وعاوزين نعمل عقود قانونيه دوليه مع اللاعبين بحيث نضمن حقوقنا ونضمن ان اللعيبه اللي هنصرف عليها ونعدها دي بعد 5 سنين ما سيبناش ومره زيهم باي باي، فيعني الموضوع لازم ما هو ما هي بص هقول لحضرتك على حاجه كابتن امير، غير كان بصراحه تمام اللاعب عمره ما هيجي يقول باي باي للاتحاد او لبلده والجماهير يعني والاهل وكل الناس اللي وثقت فيه وساعدته الا لو في اسباب، يعني ده شفناه في بعض الاتحادات الاخرى، خلينا نبقى صراحة لان الاتحادات دي اكيد اكيد كانت بتلعب دور في ده، مستحيل انا اهج كده والعب باسم دوله ثانيه الا لو كان في سبب قهري فعلا قد يؤدي ان انا اصلا كنت ممكن اعتزل لو انا استمريت في بلدي على سبيل المثال يعني، فلا يمكن اتخيل ان ده ممكن يتم في السكواش. سكواش انت حضرتك ذكرت فكره هنا ان كل الامور جيده جدا، الشق المالي موجود، السبونسرشيب موجود، الدعم الجماهيري موجود، فايه اللي هيخلي لاعبتنا يروحوا يحترفوا باسم دول ثانيه كما حدث يعني سواء مع الاخوين الشرباجي او غيره؟ انا بقول لحضرتك مش كفايه، لان طبعا في 5 سنين ديت احنا فاكرين ان هي مده طويله، دي مده قصيره جدا، انا غمض وفتح لها 5 سنين دول عدوا وفي حاجات كتير جدا زي ما بقول لك متغيرات، اذا ما كانش هيبقى في عقود احتراف نتلاشى كل اخطائنا السابقه مش هنلاقي، ممكن نلاقي مفاجات كبيره تزعلنا، فلازم يتبص عليها بصات قانونيه مع متخصصين قانونيين مع حاجات يعني تروح في ليفل تاني، لان المنافسه قويه جدا، في انفسترز وهتخش بطريقه ممكن احنا ما نعرفهاش، هنلاقي ناس كتير ان مشيت مره من غير ما احنا ناخد بالنا، لكن هم ماشيين في اجراءات ان هم ما يكونوش موجودين. واو ده يعني خبر او دي نقطه مهمه جدا حضرتك بتتكلم عليها، واللي حضرتك بتتكلم عليه ده هيمشي بالتوازي طبعا مع اللي بيقوم بيه المشروع القومي للموهبه في الاسكواش، مش كده؟ وبالمناسبه برضو فرصه وحضرتك منورنا، عايزين نعرف منك اخر اخبار وايه، وهل في لعيبه ابتدوا ينضموا للمنتخبات المختلفه؟ والله انت عارف الاسكواش طبعا لعبه فرديه ومنافسه كبيره وبتاخد وقت طبعا، لكن ظهرت حاجات مباشره جدا تحت 11 سنه، ده مشوار طويل جدا ان هي بقى تلعب الاولمبيك لان هم صغيرين جدا، لكن في معظم الابطال مصر الحاليين او في الرانكينج متقدمين تحت 11 سنه معظمهم طلعوا من المشروع وراحوا انديه ثانيه وتسجلوا في انديه ثانيه، وانا ببقى فرحان جدا لان كله هيصب على المنتخب ويصب باسم مصر، فانا ببقى سعيد جدا لما بقابل في البطولات او لا امور ابنه رفع الكاس يقول لي انا كنت بادئ معاك في المشروع القومي، دي حاجه بتسعدني جدا وبتسعدني ان 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 الحمد لله يعني قدرنا من فكره بسيطه وجميله اننا نساعد في وجود ابطال جداد يعني بيلعبوا باسم مصر وكده. رائع جدا، على كل حال مشكوره جدا كابتن امير، وبالتوفيق يعني لابطالنا.